صديقنا العزيز اللي انا بحب تحليلاته وبيفهمني كتير الحقيقه، الاستاذ محمد مصطفى الناقد والمحلل الرياضي، منورنا في الاستوديو. ازيك يا محمد؟ تسلم يا سلام. منور، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، وحشتنا كتير. وانت كمان. محضر لنا ايه النهارده؟ انا هبدا معاك. كابتن حسام حسن بيقول ان رحله الوصول للمونديال صعبه، الى اي مدى تتفق؟ وهل هي صعبه؟ والنهارده اول لقاءاته، هل الصعوبه دي هنشوفها النهارده؟ يخوفي والله. هو انا لو مكانه هقول صعبه، بس هي مش صعبه بما يرضي الله يعني. لا طبعا، من ساعه زياده عدد مقاعد المنتخبات الافريقيه في كاس العالم ووصول المنتخبات في كاس العالم ل 48 منتخب، الموضوع بقى المفروض سهل، لانه المنتخبات الكبيره في افريقيا، مصر، كاميرون، مغرب، جزائر، تونس، نيجيريا، خلاص المنتخبات دي المفروض مكانها محجوز. ولكن كره القدم علمتنا انه ما فيش كبير في الكوره، ممكن ماتشين يغيروا الحسابات. وكورتنا احنا تحديدا وتصفيات كاس العالم بتاعتنا علمتنا انه برضه مفيش كبير، لان احنا لما بنخسر او بنتعادل، بنتعادل مع ناميبيا، بتتعادل مع زامبيا، فتلاقي نفسك انت في النهايه الموضوع اتحطيت في ورطه. ولكن البدايه ربما كانت مبشره، ايا كان مين اللي كان متولي المسؤوليه وقتها، كان روي فيتوريا. النتائج الى حد ما كانت كويسه، مباراتين حسام حسن اللي هم النهارده ويوم الاثنين الجاي امام بوركينا وامام غينيا، دول هيحددوا لنا بشكل كبير موقفنا في المجموعه. فوزنا امام الاثنين المنافسين المباشرين بتوعنا بوركينا وغينيا هيخلينا نقترب جدا من التأهل لكأس العالم، وهتبقى دفعة كبيرة جدا لحسام حسن. التحدي الأكبر لمدربين المنتخبات الأفريقية حاليا مش تأهل لكأس العالم، وإنما هو كأس الأمم الأفريقية، إزاي إنك تفوز بكأس الأمم الأفريقية. طيب النهارده محضر لنا إيه؟ طبعا معانا صور مهمة ولطيفة. ايه الشكل اللي هيشتغل بيه حسام حسن النهارده؟ طيب خلينا نبدا. هم دخلوا على طول سخنين، يلا بينا. حسام حسن عنده ميزه ظهرت، لانه هو لعب مباراتين بس، مباراه نيوزيلندا ومباراه كرواتيا. كسب نيوزيلندا 1-0 وخسر من كرواتيا 4-2، وكان جريء قوي حسام حسن، وبيلعب منتخب زي كرواتيا، فنجوكو، فازيتشو، مودريتشو، وستانيسيتشو، واللعيبه الكبار دول بتلعبهم بملعب مفتوح. يعني حسام حسن لو نلاحظ في الصور اللي هنشوفها دلوقتي، بص اللي هتلاقي الباك يمين دايما محمد هاني، والباك ليفت وقتها كان محمد حمدي هو اللي بيلعب في المباراه دي، هتلاقيهم طايرين. دي هجمه عاديه جدا، انت بتلعب نيوزيلندا في الدقيقه 36 متقدم 1-0، تلاقي الكوره حتى الشكل الدفاعي لعيبه نيوزيلندا مش كلها تحت الكوره، انت بتتكلم تحت الكوره في 6 لعيبه بس او 7 لعيبه، في 3 لعيبه فوق الكوره من لعيبه نيوزيلندا، وبالتالي دي مش هجمه، انت ضاغط الفرقه. وبرغم كده بتلاقي محمد هاني وتلاقي محمد حمدي الباكين اليمين والشمال، بص فاتحين الملعب ازاي، بص زايدين ازاي. وبالتالي اول حاجه بيعتمد عليها حسام حسن، وهي فكره ان انا عايز اطير الجنبين بتوعي، مع ان عمر مرموش وتريزيجيه اللي هما الاثنين اللي كانوا بيلعبوا تحت مصطفى محمد، هتلاقيهم بيضموا في القلب كانك بتلعب بثلاث مهاجمين، والزيادات اللي بتيجي من تحت اللي هما قفشه وامام عاشور. وبالتالي شكل منتخب مصر وكانه بيهاجم بسبع لعيبه، دي الحالة الهجومية لمنتخب مصر. نمشي كده بالصور مع بعضنا، هتلاقي نفس الفكرة موجودة برضو. بص دي هجمة تانية في الدقيقة 45 او الدقيقة التانية من الوقت بدل الضايع، بص برضو محمد هاني هنا، محمد حمدي هتلاقيه هنا، بص مرموش هو اللي بيبص الكرة القفشة، اللاعب رقم 8 اللي زايد على 18 ماشي. يلا اللقطة اللي بعدها، مرموش بيسلم الكرة القفشة، بص بقى قفشة بيسلم الكرة لمين؟ محمد حمدي اللي رايح من ناحية الشمال هيلعب له ثرو باص. وبالتالي ده شكل هجوم منتخب مصر. انت بتتكلم ده الثرو باص اللي اتلعب لمحمد حمدي، وفي النهايه تريزيجيه لعبها ولكن ما سجلتش هدف. وبالتالي منتخب مصر تحت قياده حسام حسن في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا، رغم طبعا فرق المستوى وان كرواتيا فرقه اتقل، الا ان حسام حسن كان بيهاجم بسبع لعيبه وقت ما بيمتلك الكوره. مفيش قفشه النهارده، مفيش قفشه النهارده، هيكون البديل بتاعه زيزو. هو ده التغيير اللي هيحصل مع تغيير ناحيه الشمال. بحب زيزو، متفائل بيه والله. هاجي لك في التشكيله، لانه النهارده انت بتتكلم على الاقل ثلاث تغييرات او اربع تغييرات في تشكيل منتخب مصر عن مواجهتي نيوزيلندا وكرواتيا. نمشي بالصوره اللي بعدها على طول، هتلاقي برضو نفس الكلام، ضغط هجومي من حسام حسن. دي بقى دي حاله يعني، خلينا ماشي خلاص، خلينا ناخد ماشي مع الشكل الهجومي والضغط الهجومي لحسام حسن. ايه اللي بيحصل؟ اي مرتدات بتخلق عليك عندك ازمات. دي كانت هجمه ملحقش محمد هاني انه يرجع ياخد البوزيشن بتاعه الصحيح، الكره اتلعبت في ظهره، كانت ممكن تسجل هدف في مرمى منتخب مصر. وبالتالي هي دي اول ازمات حسام حسن، برغم ان نيوزيلندا مش فرقه الكبيرة، مش فرقة تصنيف أول، ولكن ظهر العيب ده، والعيب ده ظهر تاني في ماتش كرواتيا وكلفك هدفين من كرتين ثابتتين هنتكلم عليهم، وهدفين بالشكل ده، ان انت فاتح الملعب خالص. حسام حسن اخر ماتش كرواتيا كان بيلعب بتفندر واحد واثنين قلبين ورا، والكل اللعيبة طايرة قصاد لعيبة بالكواليتي بتاع كرواتيا، اكيد انت كنت لازم تتكلف هدف ثالث. خلينا نمشي بالصور على طول. قلقين النهارده بالدفاع شويه الحقيقه.
ماشي دي كويس انك جبت سيره الدفاع يعني. هي دي انت بتتكلم في هدفين قصاد كرواتيا من ضربتين ثابتتين, وفي مباراه نيوزيلندا كاد كرتين ثابتتين برضو ان هم يسجلها هدف. الكره دي ضربه ركنيه المفروض كل لاعب ماسك مان الراجل اللي بيجي الاخير ده بيجي من ورا نمشي بالصوره بص الراجل لوحده خالص خالص يعني بس فانت عندنا كثافه عدديه ثلاثه لعيبه فرقتك كلها جوه ال 18 ولكن الراجل جري ومفيش اي رقابه خالص, فبالتالي احنا عندنا دايما مشكله في الكرات الثابته. المشكله دي مشكله ازليه على فكره, نفس الكلام برضو كره ثابته بتتكلم في غياب رقابه تام عن اللعيبه, وبالتالي ابرز مشاكلنا الدفاعيه. دي ماشي خلاص خلينا نجيب نفس الفكره بتاع الضغط العالي بتاع حسام حسن, هو بيهاجم بسبع لعيبه, طب وانا فائد الكوره بعمل ايه؟ بضغط ضغط عالي قصاد كرواتيا بالكواليتي بتاع اللعيبه ده وكان حسام حسن عنده الجرأه ان هو يهاجم بالشكل ده. انت بتتكلم فيه كام لعيب في وسط ملعب كرواتيا, وكرواتيا لسه بتطلع بالهجمه في الدقيقه 15 لسه في بدايه المباراه, بتتكلم في السبع لعيبه من منتخب مصر موجودين في وسط ملعب كرواتيا. وبالتالي حسام حسن نجري بالكوره نجري يلا بالصور على طول, هتلاقي هتشوف الديفوهات اللي هتحصل بسبب الضغط العالي. بص اتنقلت الكره, اللعيبه دي عندها امكانيات كبيره, دي اللعيبه بتلعب في احسن مستويات في العالم, وبالتالي عندهم امكانيه انه لا انا هعرف اطلع بالكوره حتى لو انت بتضغط عليا, وخاصه ان الضغط كان ضغط عشوائي, والدليل ان محمد حمدي مثلا الباك ليفت هتلاقيه كان ضامم جدا لجوه, مفيش اي سبب يستدعي دخول محمد حمدي لجوه بالشكل ده, المفروض كان يبقى زي هاني كده على الخط, وفي نفس الوقت نجيب لعيبه من الاثنين لعيبه في وسط الملعب امام عاشور او قفشه يضموا لورا, وبالتالي تقدر ان انت تقفل الملعب, ولكن خرج محمد حمدي من البوزيشن بتاعه ومفيش حمدي, وباك ليفت ده ازمه مشكله كبيره النهارده لان انت ما عندكش بديل. طيب.